اوكي، احنا كنا وصلنا على الـ contingent valuation technique، كنا خلصنا travel cost method وبنينا الـ curves بتاعة الـ demand curve وبتاع، شفنا الـ hedonic pricing ووصلنا الـ contingent valuation. Contingent valuation is a class of approaches مبنية على الـ surveys. فالحقيقة it's to evaluate non-market resources such as environmental preservation أو the impact of contamination or preservation of cultural heritage. كلها بالنسبة للحاجات دي كلها contingent valuation has been used. بدأ يخش في أهمية كبيرة لما الـ Ohio vs. Department of the Interior، قضية مشهورة في أمريكا، قالوا إن الـ damages اللي ممكن إن الـ government قادرة أنها to recover أو تطالب الناس بالتعويضات فيها included non-use or existence values. في قضية Ohio vs. Department of Interior كانت مرتبطة بالقضية دي. و since existence values are unable to be assessed عن طريق market pricing, so contingent valuation surveys were suggested أنهم يسوا. فالـ approach ده كان أول مرة يتعمل هناك، إنما اشتهر قوي في قضية الـ Exxon Valdez. الـ Exxon Valdez ده مركب تابع لشركة Exxon، تانكر كان شايل بترول، راح في برنس ويليام ساوند في ألاسكا، وكان في مجموعة أسباب، إن الكابتن كان سكري وإنه كان الكوهوليك وكان الفيرست ميت تعبان وإنه مش عارف إيه، فهو محطه على الأوتوماتيك بايلوت على إنه عايز يطلع برا ويرجع تاني. فالمهم they didn't complete the maneuver properly فit ran aground ودلقوا كمية كبيرة من البترول. فدي كان أول بقى قضية كبيرة استعملت الـ contingent valuation surveys في الـ quantitative assessment of the damages. وبعدين من بعد القضية دي استعملت كتير جدا، خصوصا بعد البانل بتاع الـ National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA إنها عملت الحكاية دي. ده الـ Exxon Valdez نفسه، وده الأويل سبيل بقى اللي حصل سنة 89. استراك برنس ويليام ساوند البلاي ريف الساعة 12 بالليل، وسبيلد 260 إلى 750 ألف بارل of oil were lost over the next few days were considered one of the worst human caused environmental disasters. وأكبر أويل سبيل لغاية بتاع بي بي في الجولف كوست من سنتين. أدي منظر محاولات الفرق إنها تنظف البترول اللي كان مغطي الساحل بتاع ألاسكا في الحتة دي. حتة جميلة جدا، ولكن زي ما شايفين حتة يعني مش مسكونة، مش موجود فيها أهالي يعني. فالطيور اللي ماتت كانت كتيرة، ودي برضو من الحاجات اللي دخلت في الحسابات يعني. الاستيميت اللي اتعمل اتحسب 350 مليون دولار بالcontingent valuation. حصل litigation جامدة قوي ما بين شركة Exxon والحكومة الأمريكية. في الآخر دفعت 125 مليون دولار للحكومة الفيدرالية، 287 مليون للبيبل اوف ألاسكا، 22.6 مليون للنيتيف أمريكانز. في حاجة غريبة جدا، النيتيف أمريكانز بيعتبروا ما هماش أمريكان. They are an independent people. طبقا للاتفاقيات اللي بينهم كانت الحكومة الأمريكية بتعمل اتفاقيات معاهم لما كان بتاخد اراضيهم غصب عنهم وتحطهم في ريزرفيشنز، انما كان بتعمل اتفاقيات معاهم على انهم اوتونوموس، فالريزرفيشن بتاعتهم اوتونوموس، ولذلك
من ضمن الحاجات اللي عملوها في الفترة الأخيرة إنهم فتحوا كازينوز في الريزرفيشنز بتاعتهم، لأنه they are not subject to American legislation، فإنه يعمل لهم تعويض مختلف لوحدهم. وبعدين دفعوا civil compensation 13.5 مليون، وبعدين دفعوهم $500 مليون punitive damages. ف punitive damages كان ال ده وصل لغاية السوبريم كورت، لأنه ال فهم دفعوا يعني أكتر من 350 مليون بكتير، إن جزء من التعويضات دي كان مبني على أساس إن الصيادين اللي بيصطادوا off the coast of Alaska بالمراكب تأثروا في السنة بتاعت السبيل. إنما in effect الـ 500 مليون الـ punitive damage دي كانت الأول من كتر ما الشركات البترول مكروهة جدا، يعني الجوري اللي هم المحلفين المحلين كانوا فرضوا عليهم 5 مليار. فطبعا هم استأنفوا لغاية ما وصلت السوبريم كورت، السوبريم كورت قدام 500 مليون دولار. طبعا ده ما تنساش ده 89، يعني الفترة دي برضو الفلوس لها قيمة، كان لها قيمة أكبر. بس دي كان أهم حاجة إن أخذ بيها في المحاكم لأول مرة contingent valuation techniques، عشان تقيم حاجة زي الطيور اللي ماتت والشط اللي حصل له تلوث والحاجات دي. ما هياش بقى حاجة يعني لسه بنتكلم على القيم الجمالية والقيم ال how do you estimate it. Well, that's how it was done. طيب in response to the criticism بتاع contingent valuation techniques, a panel of very high profile economists اللي هم كان chaired by Nobel laureates Kenneth Arrow من Stanford وRobert Solow من MIT، NOAA اللي هي National Oceanic and Atmospheric Administration اللي هي الهيئة اللي تابعة للحكومة الأمريكية اللي بتتولى التعامل مع تغيير المناخي والبحار والمش عارف ايه وبتاع. طبعا البحار يعني هنا الكيس كان very appropriate ان هو تلعب دور فيه، مش مجرد الـ EPA. الـ EPA اللي هي الـ Environmental Protection Agency بتهتم بالحاجات دي، ولكن ده كان يعني على المحيط في حتة بعيدة إلى آخره، فبرضو نوا أخذت الليد فيها وكونوا البانل ده سنة 93، وسنة 95 البانل طلع الريزلتس بتاعته. البانل الحقيقة جابوا 22 اكسبرت وببلشت الريزلتس سنة 95. طبعا أنا وقتها كنت very involved في الحاجات دي، كنت بتابع الكلام ده عن قرب، إن كنت تعينت فايس بريزيدنت فور انفايرمنت في البنك سنة 92، وبدأت يعني كونت الفريق بتاعي وبدأت سنة 1/1/93، كنت في عز المعمعة دي يعني. فالحقيقة قالوا انه المشكلة دي، الكلام ده ينطبق على الكلام اللي احنا هنعمله هنا، ان contingent valuation surveys should be carefully designed، يعني انها وcontrolled، لانه generally speaking زي ما احنا شفنا حتى عن الترافل كوست ميثود والحاجات دي، انه من الصعب ان الواحد يصل الى ارقام دقيقة نتيجة السيرفيز، لان الناس بتتكلم كلام بسيط. فعشان كده لازم يبقى very carefully done، ما ينفعش اي سيرفي يقول لك انا عملت contingent survey ويعتمد. قالوا لازم personal interview، ما ينفعش ان الواحد يعتمد. في الماركتينج بيعتمدوا على جزء كبير من المكالمات بالتليفون مثلا، او الـ opportunistic sampling بتاع ان واحد واقف في المول واي حد معدي يوقفه ويقولوا مش عارف ايه باخد معلومات كذا. لازم تبقى survey that is designed
مظبوط ولازم الناس تبقى وجها لوجه. سيرفيز مفروض انها تتعمل اكتر في ريفرندم فورمات يس اور نو، يعني لازم احضر اسئله بحيث ان اقدر تو اليسيت اجابه ذات از ايذر يس اور نو. لانه الكلام العام بيبقى مور ديفيكلت تو ري انتربريت الريزلتس بتاعته، انما لو انا حطيت بروبوزيشنز في السيرفي وخلي الناس تقول يس اور نو هعرف كم قالوا يس وكم قالوا نو. انما maybe I don't know بتاع yes but not very much very much، كل الحاجات دي بتخلي الانتربريتابيليتي اوف ذا ريزلتس اقل بكتير. Now ده محتاج ان الواحد to invest a lot of thinking و expertise في ال design of the instrument. Design of the instrument. و قالوا ان respondents should be given detailed information on the resource in question and on the protection measure they were voting on. يعني ما ينفعش اقول له عايزين نحمي البيئة في الساحل الشمالي. That's not do you want yes or no yes. لما لو عايز اقول له احنا عايزين نهد الحاجة الفلانية ونفتح حاجة على الشط مش عارف ايه yes or no في الحتة الفلانية، لازم يعني تبقى في precise. الكلام العام من الصعب بعد كده ان الواحد هيقدر يستنتج قيمة يقدر يبني عليها تقييم مالي، فلازم ان يبقى structured ولازم structure تبقى clear. ولو انا بحاول احمي ريسورس معين، طبعا السوشن دي جت بعد الاكسون بارديز، فلو انا عايز اقول حمايه ريسورس لازم اديهم الخطر اللي موجود على الريسورس ده ايه، وايه البيست والورست كيس سيناريوز اللي فيه، بحيث ان هو يبقى عنده كمواطن بيقدر يدي رايه بصوره اوضح بكتير. لو في ايفالويشن ساينتفك ايفالويشن بتاع القيمه البيئيه الايكولوجيكال امبورتنس بتاعته، ولازم اديله كمان فكره طب اللي انا بقترحه ده ايه اللايكلي ريزلتس بتاعته. يعني اهم حاجه انه عشان الكونتينجنت فالويشن تكنيكس تستعمل لازم يبقى في وضوح في ايه هي المشكله وايه المقترح، والمقترح ده مش بس يبقى محدد، انما بوث المشكله والحل لازم ادي ما يعادل probabilities فيها قد ايه، وبعدين اطلب هل انت موافق على كده ولا مش موافق على كده. فده معناته انه لازم a very big investment in designing the instrument. مش اي حد يقعد كده يكتب ثلاث اسئله ويروح يسال الناس ويقول لك عملت السيرفي. السيرفي انسترومنتس بيتعمل لهم بري تيست، بعد ما الواحد يكتب السيرفي ويحضر السيرفي انسترومنت اللي هو الكيستيونير اللي هنعمله، بنجرب الكيستيونير على عدد من الناس، بنشوف كنا هنغير الاسئله ونوضح الصياغه بتاعه السؤال اتسترا اتسترا. ما ينفعش زي ما واحده زميله كان بتقول لي ان يقول يا حبيبي انت لازم كنت مبسوط قوي انك تبقى هنا مش كده. الاسئله دي ما تنفعش، لازم تبقى اسئله مكتوبه بصياغه علميه سليمه تسمح بذلك. المشكله كبيره جدا لما الواحد بيعمل سيرفيز مع الناس انهم بيخلطوا ما بين الاهتمام بالبيئه و عامة والسبيسيفيك بروبوزل اللي بين كونسيدرد. يعني مثلا اغلب الريسبوندنتس، دي تجربه بانت قبل كده، اغلب الريسبوندنتس ما بياخدوش انتو اكاونت الانكم افكتس. يعني انا دخلي $10,000
ولك انا ما عنديش مانع ادفع 100 مليون دولار. طب ادفعهم منين؟ ما هو كلام بقى. لا انت بتسالني هتسوى 100 مليون، بس انا ما عنديش 100 مليون. لو كان طب من اللي عندك انت، انت مستعد تحط قد ايه؟ ده سؤال بقى مختلف، هو ده السؤال المهم. ف you have to take into account the income effects. لانه وبعدين لازم نتكلم، مش احنا مش بنحمي البيئه عامه، احنا بنحمي الحكايه دي. يعني انا ممكن اكون انا راجل عايش في لوس انجلوس وطلعان عيني من السموج والقرف والبكح من البتاع ده، وعايز ابطل البولوشن دي. انما السؤال اللي قدامي، احنا عايزين نحمي برنس ويليام ساوند في الاسكا، هل انت كمواطن في لوس انجلوس مستعد انك انت ترى ان we should be spending this money for this purpose؟ يعني انا ممكن اقول لك لا، تعالى اشتغل هنا عندي، شوف القرف اللي عندنا هنا، مالون ابو الاسكا اللي فيها هناك. you have to structure the question بحيث ان الواحد يعمل distinction ما بين ان واحد عنده مشاكل عامة في البيئة او في الثقافة او في بتاع. يعني لو انا مثلا هحمي بيت سيد درويش وباخد انترفيوز بتاع ناس يقول لي والله انا كان رأيي انهم لازم يعملوا حاجة عشان بيت سعد زغلول. طب انا مالي، انا بتكلم على بيت سيد درويش في اسكندرية وانت في القاهرة، مستعد ترى ان الحكومة تتحمل حاجة؟ فلما لازم احدد ايه الميجر اللي انا بتكلم عنها، وفين هي، وقد ايه ات ويل كوست، وان اوردر تو اليسيت ريسبونسز ذات ميك سنس. وبعدين لازم ان الانسترومنت نفسه يتحط فيه سبسيدياري كويستشنز اللي هي بتعمل كونسيستنسي تشيكس، ان من الاسئله الثانيه دي بقدر اعرف واتاكد ان اللي بيجاوب ده فاهم بيجاوب ازاي، مش انه فاهم غلط يعني. او يعني الافضل انا اسال حد عنده فكره عن الموضوع، ولا ان انا وانا بديله الكويستشنير اشرح له، ولا تبقى في حاجه مكتوبه عن الموضوع اللي انا بعمل عليه الكويستشنير؟ لا، انت هتشرحي له حاجات في الكويستشنير عشان يبقى as comparable as possible. نمره 2، السامبلينج اللي هتتعمل بتاعت الناس هتقتضي انك انت تتعاملي الناس كلهم زي بعض. يعني ما ينفعش ان انا لو اخدت ناس عندهم فهم تفصيلي بقضيه معينه، غالبا دول ناس مهتمين بيها. انا عايز اوصل للراي العام، والراي العام بيقتضي ان يبقى في من ده على ده، مش سيلف سيلكشن يعني. يعني مثلا انا بقول للناس لما بنتكلم على الانتخابات الاخيره في مصر، اقول لهم طيب حصل سيلف سيلكشن، المعترضين على الفتاح السيسي ما اشتركوش، فلذلك 95% من اللي صوتوا فيفربل. انما I can deduce ان عدد الاوبجكشنز كان هيبقى اعلى في اللي ما شاركوش، ولكن in this case اقدر اقول بما ان هو اخذ 23.5 مليون صوت، وكان الانتخابات الاخيره ما بين شفيق ومرسي كانت 13 مليون صوت و11.8 مليون صوت، حاجه زي كده، 25 مليون صوت بينهم وبين بعض. يعني عشان عبد الفتاح السيسي يسقط في الانتخابات الاخيره دي، كان لازم نسبه الاشتراك توصل 96%، وكل مشارك غير اللي ادوا له اصواتهم يصوت لشخص واحد نازل ضده، شبه مستحيل يعني. هو يعني كسب، يعني كسب يعني، بغض النظر اشتركوا ما اشتركوش، اتس كلير ان الماجوريتي بتاع الشعب المصري وافقت له. يعني ما كانش في بديل واحد ممكن يلم كل الاصوات دي يعني، ما تروح وسط. فأساسا يعني I try to deduce من اللي بيحصل. إنما الطريقة الصح هي أنا أعمل random sample. أنا عملت random sample من الشعب المصري، هلاقي نسبة تقول لا ونسبة تقول أيوة. لو أنا دورت على ناس عارفة ومهتمة بالقضية
هيبقى في بايس ده بنسميه سيلكشن بايس. انا لو اخترت راندوم سامبل المفروض ان انا بديهم الحاجه بنفس الانفورميشن بتاعت سواء كانت مكتوبه او كانت هتبقى موجوده الشرح هو وهخلي بقى السبسيدري كويستشنز دي هي اللي توريني الراجل ده فاهم اللي هو لا 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 دي بتتقال للجميع. يس اي نو بس يعني هي دي اللي هتبين لي الشخص اللي جاوب ده فاهم هو بيتكلم في ايه ولا لا. ممكن السامبل دي يبقى فاهم الكويستشن whether he understood the question that was being posed ولا لا. ففي وده بقى بيتعمل له فاين تيونينج في البري تيست. يعني بقى البري تيست للانسترومنت بقى ابتدي لا الحته دي لسه عايزه تتظبط. فدول 3 تكنيكس عندنا استعمالهم. طبعا يعني انا المحاضره اللي جايه هتبقى على السيرفيز نفسها تتعمل ازاي. اللي منكم حضروا الكوانتيتيف ميثودز ريممبر انا جيف تو ليكتشرز اون ذات هديكم واحده منهم ريفرشر كده. انما الثلاثه ميثودز دول اللي هي ترافل كوست اللي احنا مشينا عليها, الهيدونيك برايسنج محتاجه الداتا بيس عشان تو كومبير اكتشوال برايسز بيد بمقارنات مختلفه, والكونتينجنت فالويشن از ا سيرفي تكنيك. في بقى غير كده كتير في تكنيكس مختلفه. انا اي ويل منشن 3 مور تكنيكس اسمها كونجوينت اناليسيس اوف ويتش one of the subsidiary aspects of conjoint analysis is choice experiments. تانية اللي هي replacement cost, تالتة اللي هي benefit transfer. الconjoint analysis basically بنسميها trade-off adjustment, في ranking, في pairwise ratings. انما اساسا الفكرة فيها it's a form برضو of survey techniques. بس بنطلب من الناس بخليه يختار ما بين a combination bundles of attributes. يعني هل تحب ان يبقى ده وده والثمن ده او ده وده والثمن ده او ده وده والثمن ده. بنعمل ثلاثات يوجولي وبنقول له اعمل رانكينج ما بين البندلز دي, which one do you prefer. وبعدين بطلع من الكونجوينت اناليسيس بتاعتهم اقدر اعرف ايه الريلاتيف ويتنج بتاع كل اتريبيوت من الاتريبيوتس اللي بجمعها. يعني ممكن اتريبيوت يبقى ان الفاسيليتي دي قريبه او ان الفاسيليتي دي جميله او ان فيها خدمات كويسه او انه الحاجات اللي فيها انترتيننج او انه الوصول اليها سهل او انه تمن التذكرة عشان اخش فيها مش عالي او تمن التذكرة اقدر احدده كمان. فبعمل له combinations usually of bundles, والبندلز احط له التلاتة دولة او التلاتة دولة او التلاتة دولة, وهو تلاتات كده بيحط لي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة على الاولويات بتاعته, وبعمل منها ranking. فusually بديهم choice sets بنسميها choice sets, three choices to a set and they're asked to choose the most appealing. ايه اكتر حاجة تعجبك في دي, ثلاثة دول اديني رأيك فيهم. ومن الحاجات دي بعد ما يبقى فيها many attribute combinations بيمشي على كتير منهم, اخد دي اخد دي اخد دي اخد دي اخد دي كده. في التحليل بقى بنقدر نفرد الكومبينيشنز دي كلها ونحولها الى رانكينج بتاع ايه اهم اتريبيوتس ذات ذي هاف. فروم ذيس تشويسز بقى كمان بما ان بحط برايس از وان اوف ذا اتريبيوتس فيها, فاقدر اطلع الاربع حاجات. بقدر اطلع الاتريبيوتس السيجنيفيكنتلي انفلوينس تشويس, الحاجات اللي هتخلي الواحد يتأثر أكتر. يعني مثلاً المسافة أن أوصل الخدمات اللي هناك والتمن أهم بالنسبة لي من القيمة التاريخية أو الجمال الطبيعي أو اللي هو يعني. وبعمل بقى an implied ranking of attributes, بدأ أطلع
بناء على الإجابات الاختيارات اللي عملها الكومبينيشنز دي بقدر أفردها أقول في ال 12 أتريبيوت اللي أنا حطيتهم الرانكينج بتاع الناس بيطلع 1 2 3 4 كده. لو سألت كل واحد هيلخبطني يعني، ففي تكنيكس عشان زي أحلل الحكاية دي. وبدور على المارجنال ويلينجنس تو باي فور ا تشينج ان ان اتريبيوت. يعني لو انا خليت حاجه المسافه تقل، التذكره تزيد، الحاجات دي كلها تبقى قد ايه. وكمان اقدر اوصل ب ا بلاند يعني امبلايد ويلينجنس تو باي فور ا بلان وتشينجز الاتريبيوتس. يعني لسه دلوقتي مع محمد الشيحي وهدى الميقاتي وجمال حسني كنا بنتكلم على تحسينات في قاعة العرض بتاعتنا، كويس؟ ففي النور اللي فوق وفي الأرضيات وفي أنواع البارتيشنز وفي كومبينيشنز بتاعتنا. ففي بلان نغير الحاجات دي كلها أو بعضها. وممكن نقول قد إيه البيرسونز كونسيدر انها ذير ويلينج تو باي فور التشينجز في الاتريبيوتس دي. يو كان اكشولي اليسيت ذس فروم ا سيريز اوف ريسبونسز ثرو تشويس اكسبيرمنتس. والتشويس اكسبيرمنتس نفسها دي ار بارت اوف ا جنرال فاميلي اوف بروبلمز ويتش وي كول كونجوينت اناليسيس. طبعا زي كل حاجة فيها issues، ما الحاجات ما هيش straight forward. يعني هنا يمكن له قيمة انه يقدر بيفنط او بيفرد ال relative weight بتاع الحاجات المختلفة components المختلفة اللي فيه. بس ال total value is difficult. يعني في فرق ان انا دلوقتي التكنيك ده اقدر افرد فيه ايه اللي اهم. يعني to use the example اللي كنا بنسبة للقاعة بتاعتنا، النور أهم ولا نغير الأرضيات ولا نغير، ممكن أعرف الفرق ده. إنما القيمة التوتال بتاعة البروجيكت ده قيمته إيه is not easily done out of conjoint analysis. زائد بقى إن في questions في الديزاين نفسه، يعني تحديد واختيار الكومبوننتس والأتريبيوتس اللي تتحط في الباكيجز واختيارها في الباكيجز، فيها بقى شغل كلام كتير، يعني في كلام تفصيلي كتير بيمشي فيها. فده تكنيك اسمه conjoint analysis. وزي ما قلت لكم قبليها انه في كلمت على choice experiments، في حاجات بتستعمل trade off adjustment. Would you be willing to give up this in order to have that؟ مستعد تنازل عن دي مقابل دي، تنازل عن دي مقابل دي، trade off. في ranking بقى، انه بس مجرد اقول الواحد ادي 11 فاليو، حط لي ايه نمرة 1 وايه نمرة 11 عندك، رصوهم كده كما ترى يعني. وفي بير وايز ريتينجز، ان اخد دي قصاد دي ودي قصاد دي ودي قصاد دي. والتشويس اكسبيرمنتس ان انت بتعمل كومبينيشنز تلاتات تلاتات تلاتات، كل تلاتة فيهم كومبينيشن بتاع سيرتن فاليوز انكلودينج برايس وبتمشي بيهم. التحليل بتاعهم التكنيكس التحليل بتاعت once you get the results are important. انما ما بيطلعش القيمة الكلية لأي مشروع، ده بقارن ما بين حاجات داخل مشروع واحد. يعني ايه اللي بيهم الناس؟ يعني ايه اكتر حاجة تهمك لما تيجي مكتبة اسكندرية؟ والله انا بقدر اجيب ابني واحطه في مكتبة الطفل. لا ده لما اروح هناك في بقدر استعمل الكمبيوتر واقعد مش عارف ايه. لا انا بروح اشوف عرض في القبة السماوية. لا انا بتفرج على حفلة موسيقية. ففي طيب يعني انما in the aggregate ايه قيمة مكتبة اسكندرية بالنسبة لك؟ دي حاجة تانية بقى، ما تطلعش من ده. See this is part of the limitations بتاعتها. في بقى حاجة replacement cost. replacement cost دي يعني انا من الناس لي اعتراضات شديدة فيها. انما اساسا ان تقول طيب عشان اعرف قيمه حاجه اقول طيب لو انا كنت هستبدلها بحاجه جديده هدفع فيها كام؟ اذا كان ده ينفع العربيه او ينفع لمبنى عادي ما ينفعش. الحاجات التراثيه او ثقافيه
او حتى اقول له طب ما نستعملها للريستوريشن عشان اقدر اثبت ان في قيمه للريستوريشن. لكن الـ الـ الغلط ان في تو بروبلمز. يعني البروبلم الاولاني انه it is not possible to replace يعني artwork. واحد يقول لي طيب نحطم الموناليزا ونديك قد ايه قصادها؟ يعني ايه الريبليسمنت كوست بتاع الموناليزا؟ ما فيش ريبليسمنت كوست. يعني lot of heritage cultural things ما لهاش replacement cost. إذا راحت راحت. يعني you cannot replace it. وكذلك cultural heritage sites are fundamentally unique. يعني في تجربة واحدة في العالم عاملة ضجة كبيرة لغاية دلوقتي اللي هي أبو سمبل. أبو سمبل نقلناه. إنما ده extremely rare event إن واحد بينقل cultural heritage. Second, لو كنت أنا بدور على الفاليويشن بتاع restoration فهلاقي نفسي بقع في مشكلة فكرية conceptually غلط. يعني زي حكاية السياحة قبل كده إنه بنقول إن the more degraded the site the higher the restoration cost يبقى the greater the value, which is not logical. فالريبليسمنت كوست از يوزد في حاجات كتيره جدا في التامينات في مش عارف ايه بتاع, انما it is not انا في رايي really suitable للحاجات اللي هي ممكن بقى بتطبق في حته تانية. يعني مثلا الاكزامبل اللي اديته لكم بتاع هيلز كانيون والستلمنت اللي حصل على هيلز كانيون. You can say لا don't touch this canyon, go to this canyon here. إنه المشروع بدل المشروع ما تعمل المشروع ده هنا روح أعمله هناك. وأنا بالتالي بحمي الحتة اللي أنا بعتبر إن لها قيمة value أكبر. That's the way to do it. بس إن أنا حوصل لإستيميشن of the value of an artwork أو بتاع through replacement cost أنا I find it extremely difficult. في exceptions. Although close, they're not perfect, but they're close. زي مثلا ال first folio بتاع شكسبير. كويس؟ ليه؟ طبعا كتاب قيم جدا. في 230 نسخة لسه موجودين في العالم. يعني في أكتر من نسخة. يعني ده مش مخطوطة. واحدة. ده كتاب انطبع. صحيح انطبع سنة 1623. إنما كتاب مطبوع طبعا منه 500 نسخة ضاع في الأربع قرون اللي فاتوا تقريبا أكتر من نصهم. فاضل 230 في العالم النهاردة, في منهم بينزلوا يتباعوا. فنقدر نقدر إذا أنا عندي first folio النهاردة وضاع مني أنا عارف إنه اتباع واحد مشابه له في سوزبيز بثلاثة ونص مليون استرليني من سنتين. فرفلي اقدر اقول ان قيمته حوالي ثلاثة ونص مليون استرليني. That's where replacement cost can work. بس ده محتاج ان nature of the work ما يبقاش حاجة يونيك او فريدة من نفسها. طبعا يعملوا بس برضو in the case we're doing. شركات تأمين ما تقدرش تأمن على الأوريجينال وركس. ده لا بحدد قيمة تأمينية. القيمة التأمينية is the nominal value. يعني لما بنبعت توت عنخ آمون بنقول مثلا 400 مليون دولار كرقم كده. مفيش اصله حاجات فريده من نوعها غير قابله لل يعني لما حد بيبعت يعني نقدر نقيم لوحات وحاجات لانها لسه تريدبل. يعني
انما اليونيك فاليوز ما هي كلها يونيك لان في الاخر لها فاليو معينه موجوده. How you would count ال existence value بتاعها above and beyond الثمن بتاعها ما اقدرش. لما اللوحات الفنيه بتبقى تريدد بتتباع في المزادات. فاقول لك لوحه فلان الفلاني اتباعت ب 30 مليون دولار وده اتباعت ب 20 مليون دولار اوكي فلاقيها قيمه يعني. بس خد بالك ان القيم دي بتتغير يعني. لو افترضت ان انا بكره هشتري نفس اللوحه بنفس الثمن غير جايز تلاقيها اتغيرت الحكايه. في حاجات عليت وحاجات نزلت اغلب الحاجات بتعلى يعني. البنفيت ترانسفير از ا ثيرد ميثود. ده يعني حاجه كده تعمل بسرعه وهو ان انا افترض اذا عملت حسبه ناس عملت حسبه على القيمه البيئيه مثلا او الثقافيه بتاعت حاجه معينه ان ممكن انقلها اقول بالتبعيه يبقى الموقع الاخر ده برضو له نفس القيمه. That's known as benefit transfer. فعملت estimate value لان الشغل عشان اطلع الاستيميت فاليو ده is complicated وعايز شغل جامد قوي هقدر انقله فاقول خلاص الاستيميت obtained by tourists مثلا viewing wildlife in one park could be used to estimate the value for another park that is more or less similar. من غير ما اعمل دراسة على البارك ده بقى هقول بناء على دراسة in park A I estimate ان the value بتاعت park B is equal to that. يعني دي فيها مشاكل. الاتريبيوت اللي بنبص فيه service must be very similar at both sites. Will affected populations must also be very similar at both sites. ففي مشكلة. فلذلك لما بخش في البعد الثقافي الدنيا بتتغير. فما ينفعش in historic sites. ليه ما ينفعش in historic sites? Some argue against using benefit transfer. ده أنا واحد منهم. Some who argue against it. لأن cultural heritage sites are unique. يعني they are more or less unique. Some say however and you could accept the relevance in considering the benefits associated with international tourism. ليه؟ لأنه fundamentally it is the same population. يعني ال international tourists اللي هيروحوا يشوفوا الأقصر هم ال international tourists اللي هيشوفوا دندرة اللي هيشوفوا أسوان. فلو أنا بقارن ما بين الحاجات دي same populations and I'm drawing from the same populations it seems reasonable to assume that they would place similar values on similar sites. ولكن احنا بدأنا المناقشة دي كلها بأن tourism is one of the benefits but it is not the only benefit وإلا بننتهي بال wrong conclusions اللي اتكلمنا عنه. Here we could spend a lot of time on each of these techniques. وكمان كان نفرد مثلا في ال conjoint analysis ونخش في الرانكينج والبيروايز والحاجات التانية دي من غير ال choice experiments. إنما يعني أنا أتصور إن ده كفاية إنه بيديكم انطباع عام عن اللي إحنا مفروض نعمله. ولذلك انا عندي a number of exercises دلوقتي عايز اعملها وعايز انقلكم للاكسرسايز ده. فالفيرست اكسرسايز المفروض ان individually كل واحد كده ياخد ورقه ويكتب عليها اسمه ويروح كاتب تحتيها the kind of issues or questions that you would like to know in three areas, culture, environment, or social. Social بمعنى واسع بتاع interaction, responsibility, participation, كل الكلام اللي احنا بنتكلم. ايوه عزيز. لا تحطي ثلاث حاجات three areas
يعني هتكتبي ثلاث أسئلة أو عايزة تكتبي ست أسئلة it's okay، يعني اثنين في كل واحدة، عايزة تكتبي ثلاثة في الكالتشر وواحدة في الـ في الانفايرمنت it's fine whatever يعني، بس أنا أساساً عايز كل واحد يقول دلوقتي given إن إحنا بنتكلم على how to evaluate the importance as measured by benefits بتاعة الحاجات دي. السؤال دلوقتي طيب you've heard something about the techniques, you've heard something about problems associated with it, what would you like to get as information coming out of it؟ يعني الأول كل واحد يكتب أنا عايز أعرف مثلا اهتمام الناس بـ biodiversity، عايز أعرف اهتمام الناس بالـ pollution، عايز أعرف اهتمام الناس بالـ الفنون في مفهوم الثقافة، اهتمامهم بالتراث as measured، بالتراث كلمة واسعة قوي فلازم تتحدد، فيعني داخلة في الكالتشر ما ينفعش بس مجرد التراث، يبقى لازم في تحديد أكتر من كده، فحط لنا كذا حاجة من عندك، كل واحد من عنده يكتب what he or she thinks is important. ما تولع لنا النور بس عشان الناس تعرف تشوف ورق. No, 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 no. Designing surveys is a very complicated skill. You are not designing a survey. You are identifying what you would like to know. وبعدين we will be designing surveys to see how we obtain the information that allows us to answer the questions that relate to this issue. Designing surveys is not a simple task. Where you can screw up the survey يعني very easily by asking leading questions, by having a wrong sample, by حاجات كتير قوي. فده الفيرست اكسرسايز، I will give you 10 minutes. كل واحد كده ياخد ورقة ويكتب. تو صلاح طبعا هيتوسع في البيئة، إننا برضه عايزين نسمع رأيه في في الاجتماعي وفي الكالتشر. وبعدين هقول لكم الاكسرسايز اللي بعد كده كولكتيف، بس هنبتدي الأول الانديفيديوال. I will give you 10 minutes. عمل محمد شيح عملي زي جوس. تعرف قصة جوس ولا لا يا محمد؟ جوس طبعا كان عبقرية فزة جدا في الرياضيات، فراح كان لسه كان عمره 6 سنين، والمدرس بتاعه عشان يسكتهم قال الولاد كده كل واحد ابتدي اجمع 1+2+3+4+5+6 لغاية 100. فجوس راح كاتب كده سلم الورقة بتاعته، فاتغاظ جدا الأستاذ ومسك بص لقى 5050 مظبوط، فذهل قال له ازاي انت خلصت كده؟ فجوس مش بس كان جمعها، هو طلع الفورمولا بتاعت summation of a series، بس طلعها بطريقة ظريفة جدا. قال لو 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 تاخد 100 و1 مع بعض يبقوا ايه؟ يبقوا 101. لو تاخد 2 مع 99
الثلاثة مع الثمانية وتسعين، الأربعة مع السبعة وتسعين. طيب أنت عندك 50 بير موجودين في 100، يبقى 50 في 101 ب5050. وعلى فكرة دي قاعدة عامة. فالراجل عيل عمره 6 سنين. بس ده جاوس بقى، ده جاوس جاوس. فعبد الرحمن برافو عليه، عبد الرحمن برافو عليه عبد الرحمن. لا بس الجوس لما كبر بقى كتب الرسالة الدكتوراه بتاعته عمره 18 سنة، وموضوع الرسالة ما زال قائم، اسمه The Fundamental Theorem of Algebra. ما فيش ناس كتير بتعمل موضوع رسالة الدكتوراه Fundamental Theorem of Algebra. بس ده جاوس بقى، مش اي حد يعني. طيب خلصنا خلاص، كله سلم، انتهينا. في حد لسه مسلمش؟ ليه ليه بس ليه؟ لا لا مفيش داعي بيض. طيب خلينا اشرح لكم بقى النكست اساينمنت، لان ده كولكتيف. انا عايز ان تكونوا مجاميع اوليه. المجاميع الأولية دي دلوقتي تشوفوا مع بعض كده، يعني هديكم بتاع حوالي 10 دقايق تانيين. عايز نكون 4 مجموعات كده لما نشوف تقريبا. لا حتى 6 عشان ما تبقاش مجموعات كبيرة قوي. 6، كل 6 يقدروا يقعدوا مع بعض ويعملوا لنا تصور في 2 3 سطر. ورقة تانية فيها 2 3 سطر على نوع اكسرسايز اللي تحبوا تعملوه. انا بعد كده زي ما قلت لكم هناخد بريك في زي سندويتشات كده وحاجات خفيفة، وبعدين هنرجع هقول لكم على السيرفيز، وبعدين هنتكلم على تكوين السيرفيز لمجموعتين، مجموعة هتبقى طلبة الجامعة ومجموعة هتبقى قرى الدلتا. فأنا عايز إنه المرحلة دلوقتي عايز أعرف المجاميع اللي تتكون إنهم يفكروا في الثرست بتاع اللي عايزين يوصلوا له. يعني أنا دلوقتي لو عندي مجموعة، أنا هقول لكم تاني، هفكركم الكلام ده قلته في الاول، انما هقوله تاني دلوقتي وهقوله تالت بعد الغدا. انما الفكرة ان انا لو هعمل سيرفيز، والسيرفيز هتبقى فيس تو فيس مع الناس، يبقى لازم اجمع يعني بيزيك هعمل 2 3 سيرفيز في نفس الوقت، بحيث ان انا اقدر بعد كده اطلع معلومات واشتغل بيها في اكتر من حاجة وارجع ألمها تاني مع بعضها. طبعا في تكنيكال بروبلم في الحكاية دي. التكنيكال بروبلم جاي، شكرا، التكنيكال بروبلم جاي من ان مفروض السيرفي اللينث بتاعت السيرفي ما تزيدش قوي، ولا بتبقى مملة بالنسبة للناس اللي بيجاوبوا، and you lose interest و sometimes you get antagonistic response. عايزه ظبطه بس معلش، ده بارت اوف ذا ديزاين بتاع السيرفي. وزي ما قلت لكم ديزايننج سيرفي انسترومنت از ا كومبليكيتد تاسك. انما لو انا قدرت اوصل ان يبقى عندي معلومات على الريسبوندنس في الشريحه العمريه مثلا بتاع طلبه الجامعه، وعملت جود سامبل منها، واطلع الاتيتيودز بتاعتهم في الحاجات الخاصه بالبيئه وبالكالتشر او بالعلاقات الاجتماعيه او بالاولويات بتاعت العمل الاجتماعي، يبقى وقتها هقدر اطلع ماده هتديني ما يمكنني من ان اعمل ابحاث قيمه. ابحاث قيمه بمعنى انها مش مجرد انا بقول رايي وبفتي في جورنال وانشره في الاهرام ولا في مصر اليوم ولا في حاجه زي كده. لا، ان ده مبني على ديتا جت من فيلد سيرفي، وان الفيلد سيرفي ده
له كريديبيليتي معينة لأن التكنيكس اللي استعملت معاه تكنيكس مناسبة. طيب ف عندي مجموعة طلبة وعندي ثلاث موضوعات دول، عندي مجموعة تانية هتبقى قرى الدلتا. هي دكتور صلاح وجماعة بتوع اس بي يو ان لم، شفت قلت بي يو بقى المرة دي مش قلت اس، حاسبني دكتور صلاح في الحاجة، ولم وجماعة دول، ان احنا عايزين نشوف الدلتا. لو اخدنا او تخيل الدلتا كده واعمل عقد من القرى، اربع خمس قرى كده تحت البرولوس ولا فوق البرولوس وبعدين تحتيها شوية زيادة يعني على مسافات معينة، ونروح مع فريق بيئي يشوف يسأل ويعرف ويشوف وضع الملوحة، المياه الجوفية، البيدولوجي، الزراعة إلى آخره، وفي نفس الوقت يبقى في أسئلة على الأبعاد الاجتماعية عشان نعرف إيه السوشيال ريزيلينس اللي موجودة في القرى ده، هي إيه مدى الهشاشة زي ما قالت اللي هو ريزيلينس هو عكس الهشاشة يعني اللي موجودة في المجتمعات ده، هي وقدرتها على التعامل مع التحديات اللي جاية، فهمها للتحديات البيئية اللي جاية ايه ومش ايه. فهنا يعني انا اساسا المجموعة الدلتا قرى الدلتا دي مش متخيل قوي البعد الثقافي او التراثي فيها، انا شايف اكتر البعد الاجتماعي والبعد البيئي، وطلبة الجامعة شايف معاهم البعد الثقافي والبيئي ايضا. ففي يعني ما طلبت الجامعه هنقدر نعمل ثلاث حاجات معاهم. ف انا عايز تكونوا فرق وتفكروا البيزك ثراست بتاع الحكايه دي هيتعمل ازاي، يعني مين هننظم نفسنا فرق ازاي، هنروح فيزيكلي، هل هنقسم مسؤوليات بيننا وبين بعض. عايز مجاميع كده تبتدي تفكر في الحكاية دي. بعد ده النكست اكسرسايز كده برضو هيبقى حاجة نسبيا صغيرة ورق كده. الخطوة اللي بعد كده انا طبعا هناخد بريك، وبعد البريك هرجع اديكم بقى التفاصيل ريفريشر بتاع السيرفي. انا متاكد ان كلكم مذاكرين بالظبط السيرفيز تتعمل ازاي والبروبلمز بتاعت السامبلز والتايب 1 ايرور والتايب 2 ايرور والكلام ده كله. ها الناس اللي هم المفروض المحاسبين اللي بيفهموا في الارقام، المحاسبين اللي بيفهموا في الارقام. انا عملت لكم قبل كده في الكورس بتاع السوشيال ساينسز كوانتيتيف ثينجز، ومشيت على كل الحاجات دي من الميجرمنت والبروبابيليتيز وال مفيش حاجه من دي ما اتعملتش معاكم قبل كده، بس انا هفكركم بالسيرفيز والسامبلينج والسيرفيز، لانه يعني احنا كده مرينا عليها بكلمه، قلنا ان دي سيرفي بيست تكنيكس. سيرفي بيست دي لوحدها كده موضوع وفولود لا موضوع انا اتكلمت فيه ووديتكم محاضرات فيه كاملة، فهمشي لكم عليها كده زي ما مشينا في الاول على البروجكت سايكل والكوست بنفيت اناليسيس، هنمشي على السيرفيز. واخر حاجة هنعملها النهاردة بقى ان لازم هيبقى فيه من الست مجموعات اللي اتكلموا دول، في انا عايز ان يبقى في على الاقل مجموعتين who will volunteer to take the lead، واحدة في التعامل مع الطلبة واحدة في التعامل مع الدلتا. فthat will be the last part of the exercise. بعد ما الناس تخاف تشوف الاول السيرفي وتخاف مظبوط تتحمل مسؤولية، عايزين نشوف مين اللي هيتحمل المسؤولية انه to take the lead في الـ الحاجات دي عشان يفتكروا بس ان
السيرفي ده مش سهل، مش اي حاجه يعني.